أنا كشل أبكم أصحاب العلم سينا بعض كان وإلهام أصحاب العلم إلهام إلهام أصحاب العلم أما دابن آي واقعا لكن أهل السنة والجماعات أهل حق إلهام وايا طلنا والإلهام متنكا والإلهام ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق. دواء الإلهام نية لأسباب معرفته أسباب ناصين صحة الشيء تاو ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء نية لو أسباباني كأسباب كان دكار دكرين بوشناختي حلوي بوشناختي صحيح الشيء بو علمي دروس علمي دروس لشتي سنتم لي علمي سأحنين أها مزوري أويا نينا لأسباب ناصين ناصين بصحة الشيء يعني ناصين الشيء بطريقة صحيح نية لكن أهل حرم لا توزيع إلى أولاد ضعف وضعف والإلهام كصفة واية المفسر تفسير ذكر إلهام بتي كبإلقاء معنى في القلب إلهام مصدر باب إفعال بمعنى تهاوشتني معنى يشي دا قلب دا أما كخدا أو معنى دا قلب داوي بطريق فيض وبخشش خوي يا حالي بكاكا بطريق فيض وبخشش خوي يدي ببيع كسبو ببيع استفادة للنفر الشيء كذا خلي لها هو يخدع رافو خود قلب الدعوة بطريق الفيزي يعني بلا اكتساب واستفادة بلا استحقاق كل واحد وظيف باشا باش فيز وبخشش خوي اتو كسبي ناكي ودو ناكي خدا دل دعتي حتى كي استحقاق الأولاني خدا شتنا بيه كل كم استحقاقي أقول كنت وين فرسي كان يفقى خيرا زاد الله أو إلهامي كآلة تفسير ذكرين أو نية لأسباب ناصين صحة اشتي لكن أهل حق وانية حتى يرد به الاعتراض حتى وارد به بإلهام اعتراض وصل حصر أسبابا نوصيانا لك ذكر كلام كابر الله شوك تضلي أسبابي علم بشي فقط سينا أولي إلهام كل خطوة إلهام لأسباب كان بسابنيا يكي الأسباب تحصيلي يقيني نيب وعموم خلشي كاك جان حتى أتبيني أو اعتراضي والي كيف سلوي اللي عارفوي هو خلاص عند أهل الحق بلان نصيبة بعض المتصوفان لصوفي كان كتوان الأسباب علمة عارفوي بعض المتصوفان وعلي رواسيس شيعة كانش كان أنه من أسباب العلم مستدلين بقوله من يخذ هذا فرمية فألهمها فجورها أما جوابك أوي ألهم يرد بمعنى إلع يعني إعلام فألهمها يعني إعلام نفسي كردوة بوصلين إن ذلك كتب آثماني رجاي صحيح ورجاي غلط في الكتب أوايا أن إلهامها هنا بمعنى الإعلام بإنزال الكتب وإرسال الرسول أو هكذا ذلك ما لا صعد وما مصعد با كتباء العلم لا كتباء معرفة وكان الأولى أن يقول من أسباب العلم بالشيء تاكتر أوب بلا إلهامية لأسباب يقين بشتي علمي كل بها باشا؟ هذه باشا بوايدة بتوا إلا أن فرقها أنه مصنف حاول التنبيه قصدي ويكرد وخرشي آقادار بكا على أن مرادنا بالعلم والمعرفة واحد لسنويك بحق المقصود ما بعلم معرفة هل يكشع يعني علم معرفة دوشتي لبزدانينا علم معرفة يكشف حالي بوي
يعني أوي بوي كتب استويتي أو كبعض العلماء دلن علم فقد بو مركبات الكليات عند بي معرفة بو بفايت الجزيات عند بي استويتي أو يغطى الله تدرسني إذي لا كمصطلحة إذي واقعية وكفتشينية كاصطلاح اتفاقي لسلوي بسطوة بعض العلماء ما كلتي من تخصيص العلم لو حاتونا كعلم عن تخصيص كدو بمركباتا دلن علم بو بسيطة نابشتي بسيط ومركب دبي علم بو جزئي نابي بو كلي دبي أو دا تخصيص معرفة عن كدو ببصائط بجزئيات دلن أو قصير دروزنية يستويتي أو أي بلبوية خلويتي يعني أو يعني أو نجمي كده في شدار صندق أو معرفة إيرا هريك طب أو عبارة إشكالية أمام لا تعذر يكشتي ما هو بنزلي من إشكالية أو الصحة بوقت الصحة إلا طبعا أو عبارة هيت إشكال شنية إلا عند فرق أن تخصيص الصحة بالذكر تخصيص كردني الصحة بالذكر أو أن الصحة تخصيص كردني بالذكر أو مما لا وجه له أو لو شعريك في درجين تظني بو شن أو دواء دواء إلهام لأسباب معرفة بالصحة الشتينية خبابكم إلهام هل كل أسباب معرفة بالصحة الشتينية كل أسباب معرفة بفصال الشتينية وهذه بطرق سيد الله يعني قيد الصحة بوقتها خو اشتيا كان كذا قد بيدي هاي بشتي بو خلشي نبت واني اثباتي ويبكا كاوا غلطة نبت واني اثباتي ويبكا كاوا صحيحة صحة دي بوقتها اتو دولي لأسباب ناصيني صحة اشتيني ندخل لأسباب ناصيني فصال اشتيني شن الهام نية لأسباب معرفة بفصال اشتيني بارا اما دحالة دا كأتو لبن الصحة دولي اوي دارت الانساني ومنساني كإلهام لأسباب معرفة بفصال اشتيني وايد دي يعني أسباب الصحة دي لأسباب فصال اشتيني يعني فصال الشيء في الظلام تحدى حالة إذا ربط شنع كاتل أجيب لنا حالة لابو إمام صلى الله عليه وسلم أبقى لي لكل مدى أما هند الكتوية أنا في حد معنا سبوك الله حالي شركة دوار دوار روحه روحي وروحي روحه من رأى روحين عاشا في البدن صح عند الناس أني عاشق غير أن لم يعرف عشقي هذا روحه روحي هذا روحي من روحي فلان كفتي روحي أو دوستيا روحي روحي منا من رأى روحين عاشا في البدن شهدت يتي دو روح ديك بدن روحين عاشا في البدن منيا دو روح ديك بدن لازم صح عند الناس أني عاشق أو صح يعني ثبت تعبد ولكن خلص شيء كأمن عاشقهم ولا غير أن لم يعرفوا فخلوا بين أبان أمن عاشق الشيء لا دلوا مير هذا معنى الثبوتة مية لأسباب علم بالثبوت اشتي ثبوت هذي قوي أنا جابي أقصي قيش أوي يدري بابا أقصي بخلاف ذاهدة هذي قوي أنا والله يعني زاهد هو جلال بمعنى فارح خلاف التفصيل يعني ثم دواي أو توضيحش الظاهر ظاهري أو عبارتي أويها أنه مصنف أراد مقصودي أويها بلا أن الإلهام ليس سببا يحصل به العلم لعامة الخلق ويصلح لذلك على خير منظوري أويها إلهام نية بسبب جواك حاصل من بني يقين بعموم خلقي وبصلح لبو إلزام بل ترزان وبقر غير دا وأوين يعمل جيه وإلا أجر مطلبي أو نبيه فلا شك هيتشك دوي دانيا أنه قد يحصل بيرك أنه إلهام بحقيقة حافظ ببوي يقين بكام لعاكي وقد ورد القول به في الخبر وعريد جو قول بسيط بحصول يقين مخل إنسان هذا حديث لا أقول يا غمد المرزم ألهمني ربي خلا أو شيء لقلي من هاوش يقين مخل
او دار وحكي عن كثير من السلف حكايات كراول لزور العالم دوغا كان لسلف كاني كان في انا خدان الهام يقدم لي كله يقين مفيد يا عربي هذا السؤال لك هذا من ملا أو قسم زر تسيح أتو دمي حسري أسبابي أتو نعلي أسباب سينا احترام وشي قد وحريك غيري نعلي نعلي أسباب أسباب سينا طلعنا أسباب سينا سنشيني خبري واحد شو جزء خبري واحد تقليدي مستهيدي شو أواني مفيد جزمينا علم الله كبران محتلل لغير حالين المزيد يوان مزولي مطلق العلم مطلق نية تظن ربيته بابا كبران دلي دل بابا جاد خبري واحد شو مفيد جزمينا تقليدي مستهيدي شو مفيد جزمينا دحال لنا أصطالي أوكا دامل أوكي سبب عنه أبيش ضرب بحبي منه أما منزول البول علمي اعتقادي مطابق جازم ثابتا منزول اعتقادي يعني كشاملي بو ظن و جزم شبك قابل ظلال بكذبه تقليد توديه ثابتا وضليت وأما خبر الواحد العدلي خبري يقدان نفرك عاضل به وتقليد المستهدي تقليد مستهدي إيوان دم أولانا فقد يفيدان الظن والاعتقاد الزازم الذي يقفل الزوانا أولانا مفيد الظن واعتقادنا أما تخبر واحد مفيد الظن تقليدي مفيد الاعتقاد شكل زازمة طبعا يقبل الزوانا قابل الزوانا لجواب فكأنه أمن واذكر ذكر أرابة مصنف قصي كل بعلمية دوما قام يدعذكر من أسباب العلمي ما معناه قد كذلك اعتقاد الزازمين متابقي للواقع السابق بيه ثلاث ملومة كشان يقولون أنه وإلا أجر أوي منظور نبيه حاربوي فلا وجه لحصر الأسباب في الثلاث ولا راضك في زرقان يبو حصر الأسباب في الثلاث يعني يزرقان الله عمدري أوي منظور يقولون في الثلاث منظور العلمية خيم جاكا